في عملية البناء نميز مجموعة من المتدخلين: صاحب المشروع، صاحب الأشغال، المقاول، التقني المختص، المراقب التقني، والمصلحة العمومية. صاحب المشروع أو مالك المشروع ماتر دو لوفاج هو الطرف الأساسي في عملية البناء. قد يكون شخص مادي بمعنى الفرد أو شخص معنوي بمعنى الجماعة. مهام صاحب المشروع تنحصر فيما يلي: يدلي برغبته في البناء، يوفر الأموال اللازمة، يتسلم المنشأ ويصادق على مطابقته للمواصفات، وبطبيعة الحال يستغل المنشأ. صاحب الأشغال ماتر دوفر وهو الطرف الذي يتصل به صاحب المشروع، وقد يكون مكتب دراسات أو مقاولة خاصة أو عامة أو مصلحة تقنية عمومية. مهام صاحب الأشغال نختصرها فيما يلي: تصميم وتمثيل ووصف وتقييم المنشأ بصورة عامة، إنجاز الدراسات اللازمة، تنسيق الدراسات التقنية الملحقة، التكفل بالإجراءات الإدارية، وإدارة الأشغال. مهام المقاول الانتربرنور تتمثل فيما يلي: إنجاز الأشغال، توفير الوسائل المادية والموارد البشرية، والتموين بالمواد الأولية. التقني المختص لو تكنيسيان سبيسياليزي وهو كل من يقوم بدراسات سواء تقنية أو مالية أو إدارية، حيث ينجز عموما مخططات تنفيذية لي بلان ديكزيكسيون، مدونات حسابات نوت دو كالكول، أو كشوفات دوفي. المراقب التقني لو كونترولور تكنيك يمثل الدولة ويتدخل بطلب من صاحب المشروع للتحقق من صلابة المنشآت وأمن الأشخاص. المصلحة العمومية لو سيرفيس بيبليك هي الطرف المتمثل في المصالح العمرانية، مصالح الكهرباء والغاز، المياه، التطهير، التي تنتمي عموما إلى البلدية. في الأخير هناك نقطة يجب الإشارة إليها، وهي أن القانون حدد الأطراف المتدخلة في عملية البناء، وحدد لكل منها مسؤولياتها وصلاحيتها، كما ضبط العلاقات العملية والتعاقدية فيما بينها. للتوضيح أكثر لنعتبر المثال التالي: تم إنشاء مجمع سكني، وزارة التربية رأت الحاجة إلى إنشاء مدرسة لاستيعاب أطفال حي.
إذن صاحب المشروع هنا هو وزارة التربية، أدلت برغبتها في البناء. ستعمل الآن على توفير الغلاف المالي اللازم للبناء، ثم أنها ستستغل هذا البناء أو هذه المدرسة بعد أن تتحقق من مدى مطابقة المشروع مع المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط. عينت كصاحب أشغال مكتب الدراسات التالي. إذن هذا المكتب سيتولى إنشاء مختلف التصاميم الهندسية والحسابات الهندسية، التنسيق والقيام بالإجراءات الإدارية وإدارة الأشغال. تم اختيار هذا المقاول لإنجاز المدرسة. إذن المهمة الأساسية لهذا المقاول هي إنجاز المدرسة مع توفير الوسائل المادية والبشرية والتموين بالمواد الأولية. طبعا عملية البناء ستكون تحت رقابة الهيئة الوطنية لرقابة تقنية البناء CTC بالنسبة للجزائر، إلى جانب التنسيق مع مختلف المصالح التقنية كشركة الكهرباء والغاز والمياه إلى آخره. بالنسبة للمتدخلين التقنيين يمكن نذكر المهندس المعماري، المهندس المدني، الممتر الميتخار يتكلف بحساب الكميات اللازمة وتعيين تكلفة المشروع، والمهندس أو التقني التوبوغرافي. شكرا على المتابعة، ونلتقي بإذن الله تعالى في حصة قادمة إن شاء الله.